اهلا بحضراتكم من جديد من مدينه العلمين الجديده ومن تاني ايام فعاليات مهرجان العلمين. موجودين مع حضراتكم من العلمين الجديده، ومن هنا بهني الزميل الاعلامي احمد فايق على انطلاق احدث برامجه على قناه دي ام سي، برنامج لوغاريتم، واللي انطلقت اولى حلقاته النهارده الساعه 7. يعني بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق، والحقيقه انه دايما بيقدم برامج بتحمل الكثير، ويعني الكثير من الرسائل الهامه اللي بنستمتع بيها جميعا. بدعوكم طبعا لمتابعة هذا البرنامج.